السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بفيديو جديد. وهي الفيديو ببجي موبايل. راح نلعب دقين تي دي ام تيم داث ماتش سنايبر ام تو فور. و انا قلت كم كلمة نجيب؟ انا بقول شي 18 مش متأكد. عم بصور بلش يبعثوا لي انا عم بصور. وحده ورا وحده. يلا كان على اساس بدي اصور مع تامر بس ما قدرت لانه تامر بطل فيه يلعب وما قدرت اصور مع تامر. كان الفيديو مع تامر، اصلا صورت فيديو مع تامر وما زبط لانه تامر راح عنده النت واصلا انتزع الفيديو كله سوا وساعتها تامر بطل فيه يلعب، راح عنده النت وعرف شو صار عنده غيره. سمعنا تامر عم يغني بس كمان انتزع الفيديو. حس تامر حلو. ابلع. وين التاني؟ وين اللي بعده؟ تعال اللي بعده. الله بلش. ابلع. شو هي هكر؟ كل جيم بيطلع لي واحد هيك يتحرك بثواني بلاقي وين بكون النت عندي مش منيح. مش هو، لان لو هو هكر مستحيل اربحه. العام انت من وين جيت؟ يلا ثلاث كلات اكثر من تيمي كله مع بعض. اوكي الله اكبر. يا ابن الله وانقع. والله انت فكت شوت. يي خذ ليفل 3 كمان. والله انت فكت شوت يا ابن الذين. والله تبع العكس لينك. ابلع لك. ابلع لك. ابلع. عم بعيونك. قتلوا رفيقنا. قتلوا في نشواجهم كتير عن قريب. يعني قوي ايه صح بس ايش يعني جراندايزر. انا ايه جراندايزر بيعمل ايش؟ تعرفوا شو قناص عن قريب. انتو ضاربا ما جبتوش انتو ميتين. هيك ايش فيه يا اخي؟ شو من كل الميلات بقى؟ تعاو من مايلي ما بقبل. تعاو من وراي كمان ما عيب. صدقوش هلك قدها وبش. لا 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 عم بمزح بمزح. مسحة 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 يا ابن الله مسحة. يا خي لشو الماني حبيبي؟ انا بشجع المانيا. طب ليه انت هيك بشجع على المانيا؟ شو بك يا زلمه؟ ولو عشرة العمر وحبكم وعملت مشاكل مع خيي كرمالكم. اخر شي تقتلوني وبفيديو كمان. المفروض ما اشجع المان، مش هشجع البرازيل فالبرازيليه ما ينبسطوا منو معروف. البرازيل لما بكرهها انا. غير عمو شو السن يا ربي. اطلع شلي هاي الصفرة حواليك وتعي عندي رجال. ابلع رأى شيل المكياج وتعال عند رجال الرجال. انا كمان بس شو تعمل؟ عن جد؟ يا زلمه لازم هاي عدو بالقرب منك لازم خلص. جبته والله عيب. جبته يا خي. لك بعد لي يا ابن الله رقم 3 خي. والله هلا جايب لعب جيم جايب فيه 18 كل وبعده جاي لعب جيم جايب فيه 5 كلات. خليك ساكت عن هالجيم. خليك ساكت. دبلا قلك. اوكي عوافي قتلته. بطل القناص. لا بطل القناص ولا بطل البطيخة. يا ربي دخيلك خيي. انت ما هلا بعدني جاي نتفك هيد شوت مبلعك سنانك فيها. وين تكتش راحة؟ طلوا العشر كل ليت اجيب فيكم. اقبل المزيد. دبلة حلق. استرجعت بوتي. ماينكرافت نحن. قلتلكم ها ضربي اذا ما جبتوها انتم ميتين. قناص ضربي
ده ضدكم رشاش وما جبتوا الضربة فانتوا ميتين. رحتوا يمين ولا رحتوا شمال؟ ماشي. Where are you little fool? مسح ما يا صحرا قدامك انا. كل جيم لازم يجيني واحد يعملني خيال صحرا يمرق من حد ما يحسش فيي. شو خلي يحس فيي؟ مفروض واحد مش حاسس فيك تعينه على المظبوط وتجيبه اياه. عامة 13 كيل يلا منيح 13 كيل خيو نطلع على الام في بي ب 13 كيل صح؟ اكيد مفيش عندي ولا اسيست سنايبر عم بلعب انا عندي اسيست ايه صح عندي اسيست صح الناس عم بلعب هنا اكيد مش هجيب اسيستات يلا 13 كيلو طالع التاني على الفريق نايس اوكي 9 اسيست العمى العمى بعيونه 9 اسيست مو جايبهم خيو هاد خمين عم بيلعب اوزي ويرش رش رش رش, رش. ما يصيب اخر ضرب يصيبه خلاص ليتس جو جيم تاني قلت لكم جيم هاي رح نلعب سنايبرز راح نفرجيكم الجلد اي كسر صدري يعني الفيديو بطولوش 13 دقيقة بلشت هيكي هيك اتعلم المونتاج شوي لبعدين نصير برعين بالمونتاج ونصير مثل ماهر اسيريان اللي بالتليفون عملكن فيلم ستيف بالتليفون بالتليفون عن جد بحكي صح الزلمي اكتر واحد يعرف يمنتش عالتليفون عمل فيلم عالتليفون فكيف بتعطيك وصار عنده هلق كمبيوتر هم بتعطيه كمبيوتر بيخسر نسيت امر الفيديو ركزت على ماهر اسيريان يعني شو بدي فيه يا الله والله شو بدي فيه لك عم تصور انت امر لا بيلعن ابو ال رح نجلد هلقا مثل العادي يعني هي تالت فيديو بصوره اول جيم بجلد تاني الجيم بنجلد اهلا ده مش كيف مش مبلاش ابلع تخيل في شي غلط اكو شي غلط ولك انا نايم بالارض العمى بعيونه فكرته ميت ناد مارسي ناد مارسي وينكم خويا؟ وير ار يو؟ جلدناهو؟ يلا منيح جلدناهو دابلة والله جبتو شو هاي؟ هايدي شو جبتو برقبتو ها 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 هيك دقيت وحدي برقبتو كيف ما ماتش؟ عامة ببجي كتير بتتخارفني بشو تدمجت؟ خيال صحرا قدامك انا لا وراك مش قدامك وراك يلا جايب تنكل عوافي جلدنا تاني جيم جلد يلا عادي متابعين بيعرفوا انه مش دايما جلاد بيجلد كيسي شو بدي فيه عم بلعب قناص انا عم بلعب قناص لشو تعطوني بكيسي لازم حط حجي بشي اكتبوا بالتعليقات شرفكم اكتبوا بالتعليقات ما بعرفش تكتبوا بس اكتبوا شي بالتعليقات لو ولك انت شو بتضلك نايم تخت نحن ها تخت بابجي لا تكون محل نوم بابجي لك 27 كيل يلا جايب 10 كيل 4 كيل لك هذا الغبي قاعد لي مثل خيال الصحراء الله اكبر الله اكبر الله اكبر مهدوا شوي مهدوا شوي ما بعدنا عم نقول الله اكبر شوفوا طريقه الغش الجديده اذا بالصح والغلط هاي بس تستعمل اذا صح الجواب قولوا سبحان الله واذا غلط استغفر الله وهيك المدراء ما فيهم يقولوا لكم شيء انه شو عيب تقول استغفر الله وسبحان الله بالصف فمن مايلي بتغشش من مايلي بتكفر عن ذنوبك بس بعرف في ناس منكم بيتكفروش ذنوبهم لا مثل ذنب
انه تكون بعرفش تكون بس اوكي خلاص انسى. يا رب كيف انصر اقولي كله فكرته ما ماتش لا بلا لا يلا لا بلا بس كيف هاي فيه امرار بقول انا كيف مش فيه هاي كيف فيه يلعن ابوه لا بلا ولك بابجي كتير هيك بابجي لا انطر شوي تاخرتش خيو تاخرتش خيال صحرا قدامك انا خيال صحرا قدامك you're losing خيال صحرا لو قتلتك من الاول شو كان صار لو قتلتك من الاول شو كان صار يا نوب اصل انت يا اخي ولك شو القصة يا ابن الله طلع لي راسك طلع لي راسك دبلة شو جبت 10 كل رجعت انا التيمي لا لا خليني خيال صحرا خيو خيو خليني خيال صحرا خيو خيو خليني خيال صحرا خيو 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 ابلة دبلة وابلة وابلة لك 11 كل قناص عم بلعب قناص قناص دبل والله جبته عيب هاي يلا نعم لك هوديك طلعوا هربوا زمطوا زميطه 11 كل 11 دقيقة اوكي شباب هم ممكن وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم و تنسوش تشتركوا بالقناة تحطوا لايك وتنشروا المقطع